سيفيليزاسيون تاع الكراجات هذيك تطوروا في السلام عليكم ورحمه الله. ازول في اللون. البارح المجد التبون حسب يومين الشروق تلقى مكالمه هاتفيه من عند الرئيس الاسبق عن اليمين زروان. واش جا في هذه المكالمه؟ قال لك هناه وشكروا واثنى على نجاح المسار الانتخابي الاخير، وقال له هذا راح يزيد ما يسرع في استرجاع الثقة بين الشعب والعصابة اللي تحكم فيه الحاكم والمحكوم، رغم تسجيل يعني نسبة كبيرة من العزوف، ولكن هذه نجحت وراه احترام يعني أثنى على المستوى الذي بلغته الجزائر في احترام إرادة الشعب. هذا واش قال سي زروال. يعني زروال بريح الناس داخل الحباس، البوليسية مسركلة للاخر، الطرقان مقطوعة، البلاد ما صابتش الماء تشرب، والزيت ما كانش ما تحركش. عجبته حاجة واحدة، المقاطعة تاع الشعب هو اعتبرها نجاح كبير ويهني في تبون. إذا كان هذا هو الكلام اللي قاله زروال، احنا نذكروا أنه زروال هو بعد نفس العصابة اللي حكمت البلاد، من نفس العصابة. زروال عينه عسكر فرنسا كوزير دفاع ملي كان دابور خرجوه من الجيش، بعثوه سفير لرومانيا وما عنده حتى علاقة بالدبلوماسية، صاب روحهم بحر في رومانيا في فترة وين رومانيا كانت في أزمة كبيرة وما كان حتى علاقة مع الجزائر ومع أي دولة، كان غير كيما طاح نظام تشاوشيسكو بعثوه هو ليه. قعد عام كيدخل في ليفاكونس قال ما ياخذ فيها بركة، راح روح على روحي للدار، دخل للدار ريح شي سنين من بعد يجيبوه وزير دفاع. في نفس السنة وفي نفس الأسبوع اللي جابوه وزير الدفاع، لأنهم جابوه بعد 5 جويلي، لو 7 جويلي جابوه، وبالتالي الترقيات انتهت، رتبة جنرال وجنرال ماجور، خاصة رتبة جنرال ماجور. هو كان جنرال، الجماعة اللي جابوه كما توفيق العماري كلهم كانوا دي جينيرو. على قول لك السنة نجيبوه سيفيل، ولا حب يلعبها قراد حنا نطلعو. هما داروا دفعة ترقاو نهار 14 جويلية، ترقاو إلى رتبة لواء في 1993، ترقاو إلى رتبة دفعة 14 جويلية. 14 جويلية تعرفوا واش تعني بالنسبة للجزائريين وبالنسبة لفرنسا. من بعد السيد داروه رئيس دولة، ومن رئيس دولة أردوه رئيس جمهورية، ورئيس جمهورية كثروا عليه وكذا بداو يديروا فيه، وخاصة كان عنده مستشار ما يتفاهمش معاهم اللي هو محمد تشين، ما يتفاهمش معاهم دونك، ولا بداو يزيروا عليه واش يدير. في عوض راك رئيس جمهورية أرميهم لا روتريت كاع كيما راهم، أرميهم لا روتريت وحاسبهم على الشيء اللي صرا، كان قادر يحل المشكل ما كانش. هو هرب، هرب جنرال، يهرب من ساحة الميدان فوالا، وما حاب يلعبوا بلي يقول لك بلي راهو ولينا سملاح. واش من سملاح؟ كان دم يسيل في عهده، لا سونسور تاع الصحافة عمرها ما صارت كما في عهده. الناس كانوا يدخلوا للصحف للبريمري وينحيو دي زارتيكل، يخليو الباجو يخرج فيها كاري بلون موغدوا، دي كاري بلون يخرجوا في الجريدة. قال لنا هاد الارتيكل ما يعجبش نحيه، الارتيكل ما يعجبش نحيه، ويخرجوا دي كاري بلون في الصحف. صحافيين في الحباس اغوغو، في الحباس اغوغو، مطاردات بوليسية وقمعية ودار الصحافة بلا حساب. أنا خرجت في عهده، تنفيت في عهده، وكانت عليا 4 أحكام بالسجن في عهده. هذا اللي حبي يردوه لنا، قالوا ناس ملاح، مش ناس ملاح، على بروف، يثني على
انتخابات يعتبرها ناجحه اللي قاطعوها 87% من الشعب، قاطعها الشعب الجزائري 87% من الشعب قاطعها، يثني عليها قالوا هذا راهو حتى هو اما مهبول كيما تبون اما راهو اغلبيه اراده الشعب تحترم هكذا اراده الشعب. المهم هذه المكالمة. يبقى الان وعلاش جات المكالمة هذه، الظرف اللي جات فيها، انه في نفس اليوم عبد العزيز جراد قدم الاستقالة ديالو من رئاسة الحكومة بصفته يعني انتهت مهمته، بما انه كان ان برلمان جديد وكامل لازم يتعين حكومة جديدة. جراد كان من ازلام زروال، كان امين عام الرئاسة في وقت زروال، كان مدير ديوان زروال، باش ديروا الحساب. شكون يقول باللي جراد ماهوش تبع زروال؟ حتى شي فرومي. ولهذا المكالمة انا ما نشوفهاش بارية، لانه هذا زروال قاعد يجي يشكر في واحد ما عنده حتى علاقة به، تبون ما كاش خلاص تبع به، ما كاش قاع يسمع به، يجي يهنيه على انتخابات مزورة، ويزيد يجي يقول لك راه هذه راح تسرع في إقامة الثقة بين الحاكم والمحكوم. وعلاش ما نشوفوهاش انها تدعيم الجراد باش يزيد يحط ويخليه في المنصب تاعو تاع الوزير الاول، بما انه الوزير الاول ماهوش بالضروره يكون تابع لحزب نجح في الانتخابات عنده الاغلبيه في البرلمان، بما انه ما كانش حزب عنده الاغلبيه في البرلمان، ما كانش حزب عنده الاغلبيه، وبالتالي الرئيس يعين اللي بغى. وزروال على بالو بلي ماشي تبو اللي يعين، وبما انه ما عندوش علاقات مع شنقريحه، وشنقريحه راه في الروس، دونك يستعمل تبون كواسطه باش يبلغ الرساله تاعو للعسكر اللي يعينوا في الوزاره، راه يقول لهم راه يقول لكم تبون ماذا بكم نزيدوا نجيبوا سي جراد، نخليو جراد وزير اول، لانه جراد اذا عطاه بكوت بي بعد عام ونص وين راح يروح؟ ما يقدرش يبين وجهه في الشارع، ما يقدر يروح حتى جهه، انسان موسخ توسخ، انت فوايو مع العصابه، ان فوايو راح يصيب روحه، يروح يشنق روحه خير له، وبالتالي قال خليه يزيد موندا هذا يزيد 4 سنين ولا 3 سنين ونص اللي بقاو التبون يكملهم معاك حتى يفرج ربي. فوالا، اذا ماشي مستبعد انه جراد يرجع يتعين من جديد وزير حكومة اول، بالرغم من اجراء انتخابات تشريعية وتغير البرلمان وكذا وكامل. هذا باش يبين بلي شي ما تغير في الجزائر، شي ما تغير، قالت نفس العصابة تاع ولاد الحرام اللي تحكم، الله لا يتربحهم، ربي يقدر الخير بلادنا وربي يبعد عليها ولا الحرام. قولوا امين. السلام عليكم ورحمه الله.